كثير منا والله غاب عن ذهنه هذا الأمر، وأن ذهاب الشهور والسنين والأعوام إنما هو إيذان بقربك لارتحالك إلى ربك. وكم من الناس في خضم هذا الحدث الجلل الذي تعيشه أمة الإسلام في كل مكان نسي حقيقة غائبة، نسي أمرا مهما يغيب عن الأذهان وهو أقرب غائب، يغيب عن العقول وسرعان ما يأتي. إنه الأمر الذي لا يسلم منه صغير ولا كبير ولا عزيز ولا حقير ولا غني ولا فقير، بل الأمر عليهم يقدم وإليهم يأتي وفيهم يسير ويسري، كما قال الله جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذا الأمر عبد الله الذي نسيه كثير منا ولم يخطر على باله، إنه الموت. كم نتذكر يا عباد الله أننا سنموت، كم نتذكر يا عباد الله أننا سنرحل من هذه الدنيا، كم نتذكر يا عباد الله أننا سننتقل إلى القبور وسنسأل وسنحاسب، فماذا نحن قائلون إذا ما صرنا أمام ربنا واقفين؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم عباد الله، شغل كثير منا عن هذا الأمر بالدنيا، باللهو، بالملك، بالرئاسة، بالتجارة، بالمسؤولية، بكثير من الأمور. شغلت كثيرا من الناس عن تذكر هذا الأمر الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت، أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. لماذا نكثر من ذكر الموت يا عباد الله؟ من أكثر ذكر الموت استعد للقاء الله، من أكثر ذكر الموت عمل بما يقربه إلى الله، من أكثر ذكر الموت حرص على أن يفعل الصالحات، من أكثر ذكر الموت ابتعد عن المعاصي والسيئات، من أكثر ذكر الموت حافظ على الصلاة في الجمعة والجماعات، فلا عمل ولا أمر أدعى إلى فعل الطاعة والابتعاد عن المعصية من تذكر الموت. ولكنها الغفلة، الغفلة التي جعلتنا بالدنيا نبتهي، بالتجارة ننشغل، بالأمور الدنيوية نغفل عن هذا الأمر الجلل الذي سوف ينزل لا محالة. فيا عباد الله إلى متى الغفلة؟ ويا عباد الله إلى متى الذهول عن هذا الأمر؟ ويا عباد الله إلى متى التمادي في الذنوب وفي المعاصي والابتعاد عما يقرب إلى الله جل جلاله؟ إلى كم الوهم يا عباد الله؟ أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ أما في نصحه ريب؟ ولا سمعك قد صم؟ أما أسمعك الموت؟ أما تخشى من الفوت؟ ولا سمعك قد صم وحتى ما تجافيك وإبطاء تلافيك طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم؟ إذا أخفق مسعاك أي في الدنيا فما تقلق من ذاك، وإن إذا أفقدت مولاك فما تقلق من ذاك، وإن أخفق مسعاك أي في الدنيا تلظيت من الهم وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس، ولا تذكر ما تم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أذيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا، ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد صراط جسره مد على النار لمن أم. فكم من مرشد ضل، وكم من ذي عزة ذل، وكم من عالم ضل، و
وقال الخطب قد عن. هل تذكرت هذه الأمور يا عبد الله؟ هل خطر ببالك أنك إلى الله راحل وعليه مقبل وبين يديه واقف؟ الموت عباد الله أمر والله لا بد أن نجعله أمام أعيننا في كل حين. والمصيبة عباد الله أننا نعلم أننا سنموت، لكن قل من يعمل.